طيب، السلام عليكم. انا خلود محمود. احنا البروجكت تايتل بتاعنا هو الجينيريك كيو في ام فور سوفت بروسيسورز. انا هتكلم عن الانترودكشن والهيستوري وبروبلم ديفينيشن والابجكتيف. وليد هيتكلم عن بروبوزد سوليوشن والميثودولوجي. رندا ومصطفى هيتكلموا على الامبلمنتيشن. كريم هيوضح الريزلتس. ياسر هيشرح البرفورمانس ايفالويشن وموديفيكيشن والليميتيشن والكومباريزن مع ريليتد ورك والفيوتشر ورك. طيب، لو نبدا بانترودكشن سريع عن الموضوع كله. هو عاده في الاي سي ديفلوبمنت كان بيبقى المين فوكس على الديزاين نفسه، وان انا ازاي احقق السباكس المطلوبه في الديزاين. وكانت الفيريفيكيشن بروسيس بتاخد وقت صغير، او كانت بتتم عن طريق سامبل كونفنشنال تيست بنشز. فده ما كانش بيوضح كل البجز والايرورز الموجوده في الديزاين، وكان بيؤدي الفيلور بتاع الكومبوننت في الاخر. كان لازم ان هما يحطوا ميثودولوجي واضحه اقدر اعمل بيها الفيريفيكيشن بطريقه افشنت. فالصوره اللي قدامنا دي بتوضح الايفولوشن بتاع الميثودولوجيست، مرت بمراحل كتير، اخرها كان اليو في ام. اليو في ام هو اليونيفرسال فيريفيكيشن ميثودولوجي، هو ريسنتلي يوزد لغايه دلوقتي لانه عنده فيتشرز كتير جدا مهمه بتخدم الفيريفيكيشن بروسيس. اول فيتشر واهمها هي ريوزابيليتي. يعني ايه اليو في ام يبقى ريوزابل؟ يعني هو بيبقى بيزد على عنده لايبرري اوف كلاسز كتير، عنده باكجز كتير، انا اقدر بكل سهوله اكستند من اللايبرريز دي ويعني عامل ريوز للانفايرمنت بتاعته. تاني فيتشر مهمه هي الراندمايزيشن. كانوا الاول بيعملوا التستنج عن طريق دايركت تستنج، انه بيدخلوا سبيسيفيك انبوتس على الديزاين. فطبعا دي ما كانتش بتقدر توضح كل البجز والكورنر كيسز اللي موجوده في اي ديزاين. كان لازم يبقى في راندمايزيشن، بس الراندمايزيشن مش راندوم فور ايفر، هو كونستريند راندمايزيشن، بيبقى كونستريند وزن الليميتس او وزن الكونسترينتس اللي موجوده جوه الديزاين نفسه. الراندوم الكونستريند راندمايزيشن دي فيتشر مهمه في سيستم فيريلوج، عشان كده هو المين اتش دي ال المستخدمه في الفيريفيكيشن. اكشلي البروبلم الموجوده والبروجكت بتاعنا كان بيحاول يحلها هي ان الفيريفيكيشن بروسيس نفسها بتكونسيوم تايم وايفورت كبير جدا. يعني مثلا الجراف اللي قدامنا ده بيوضح التايم كونسامشن في الفيريفيكيشن بروسيس، وقد ايه كان بيعملوا ديفلوبمنت وانهانسمنت كتير عشان يقدروا يقللوا التايم ده كل شويه. يعني من ضمن التكنيكس اللي فكرنا فيها ان احنا نعمل حاجه جينيريك. يعني ايه جينيريك؟ يبقى انفايرمنت واحده، تيست بنش واحد اقدر اتست بيه كذا كومبوننت. فده اكشلي المين ايديا بتاعه البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا عايز يفيريفاي ديفرنت كورس بانفايرمنت بيزد على يو في ام. طيب، فتيجي اول مشكله واجهناها هي ازاي اختار الكورس دي تكون مختلفه بشكل كافي ان انا اقدر اجمع كل الفيتشرز اللي موجوده في كل الكورس عشان اقدر ابروف الكونسبت ده بشكل واضح. طيب، بعد ما اخترنا الكورس، طيب ايه المشكله الثانيه؟ ازاي الكورس المختلفه في كل حاجه دي انا اوقفها على لاين واحد او على بيز واحده، بحيث ان انا التكنيك اللي استخدمه في الفيريفيكيشن يكون واحد ليهم كلهم برغم ان هم مختلفين في كل حاجه. طب ده هيدي مشكله تاني، انه لازم البلان اللي همشي بيها اللي هي مينلي اسمها الفيريفيكيشن بلان تكون واضحه، توضح كل الفيتشرز الموجوده والاختلافات اللي موجوده، وازاي انا هقدر اشوف الديفرنت تيست سيناريوز اللي هتخليني احط الديفرنت تيست كيسز اللي هقابل بيها الانفايرمنت. فالسولوشن لكل المشاكل دي متوضح في throughout البرزنتيشن. فتسمى بالمين اوبجكتيف بتاعنا، المين اوبجكتيف ان احنا عايزين نبني one test bench generic UVM environment اقدر اتست بيها different كورس. الكورس دي different في ايه؟ different في المايكرو اركتكتشر نفسه، different في البايبلاين ستيجز، في الاكزيكيوشن بتاع الانستراكشن throughout البايبلاين، في البيهيفير بتاع الميموريز وازاي الكورس بتتعامل مع الميموري، different في الانستراكشن سيت اركتكتشر بالسبورتد انستراكشن بتاعتها والفورمات بتاعتهم. كل دي اختلافات موجوده احنا هنوضح ازاي اتعاملنا معاها ميلي عن طريق حاجتين، او عشان احقق الاوبجكتيف بتاع البروجكت بتاعنا هيبقى عن طريق نقطتين مهمين. اول حاجه ان انا اعمل effective verification plan، تاني حاجه اشوف ايه التعديلات اللي المفروض اعملها على البيزك conventional يو في ام المعروفه بحيث ان هي تبقى generic one. solutions لكل المشاكل اللي انا قلتها دي والميثودولوجي اللي تبعناها throughout البروجكت عشان نوصل للكونسبت ده وليد هيشرح لنا في البروبوزد solution والميثودولوجي. تمام، هنبدا في البروبوزد solution methodology. قسمناها لستيجز. اول ستيج تعتبر بريبيرنج ستيج، كانت موستلي سيرفينج، عرفنا معلومات اكتر عن الكمبيوتر اركتكتشرز، انواع الاي اس اس المختلفه، انواع المايكرو اركتكتشرز المختلفه، الفرق بين فون نيومان وهارفارد اركتكتشرز، الفرق بين سوفت بروسيسور وهارد بروسيسور. بعدين ابتدينا في الديجيتال فيريفيكيشن ان احنا اتعلمنا سيستم فيلوج ويو في ام كويس عشان الخطوات الجايه. بعد كده ابتدينا الفيرست ستيب، هي احنا عملنا اول فيريفيكيشن بلان، اخترنا كور هو ريسكي كور بيزد على ريسكي في اي اس اي، عملنا اول سيميوليشن بيزد فانكشنال فيريفيكيشن بلان، تعتبر الفيرست ستيب البروبوزد فيريفيكيشن بلان. بعدين متقسمه لثلاثه لايرز، كور سبيسيفيكيشنز بنحدد فيها الانستراكشنز والفورماتس بتاعتها، كور انترفيس بنحدد البورتس بتاعت التوب موديول بتاعت الكور ده، والفانكشنال تيستينج بكل انستراكشن ايه الطريقه اللي هنتست بيها مع توزيع الفيلدز المختلفه للبيتس لكل انستراكشن.
بعد كده الفيز الثانية زي ما خلود وضحت هنختار دلوقتي 3 كورز علشان نبتدي نستارت بيلدينج الفيريفيكيشن بلان والجينيريك تيست بنش ويل، وحطينا كونديشنز اللي لازم يكونوا بيزد على ديفرنت اي اس ايز وذ ديفرنت نمبر اوف بايبلاين ستيجز، مكتوبين بي اتش دي المختلفه وبيتعاملوا مع الداتا والانستراكشن ميموري بشكل مختلف عشان نحاول نخليه جينيريك او جنرال بسرعه اكبر. اول واحد هو ليون 2.4 بيزد على سبارك فوليوم 8 اي اس اي 5 بايبلاين ستيجز مكتوب بي اتش دي ال والانستراكشن والداتا ميموري منفصلين. ثاني واحد هو ريسكي زي ما وضحنا في الستيج اللي فاتت بيزد على ريسكي في اي اس اي 4 بايبلاين ستيجز مكتوب بفيرلوج والانستراكشن والداتا ميموري منفصلين. ثالث واحد هو امبر اي 23 بيزد على ارم في 2 اي اي اس اي 3 بايبلاين ستيجز مكتوب سيستم فيرلوج والانستراكشن والداتا ميموري مش منفصلين نفس الميموري. بعد كده الستيج اللي بعد كده ثيرد فيز عملنا البروبوزد فيريفيكيشن بلان اللي هي تبقى ابليكابل على 3 كورز، هي بيزد على الفيريفيكيشن بلان في السكند ستيج نفس الثلاثه لايرز انستراكشنز والانترفيس والفانكشناليتي تيستينج، ولكن عملنا ابديت الفانكشناليتي تيستينج سلايد. عملنا ابديت الفانكشناليتي تيستينج باثنين ابروتشز، اول واحد هو الجروب اوف انستراكشنز ابروتش، جمعنا الانستراكشنز اللي ليهم نفس التايب زي الاي ال يو زي الميموري انتراكشن زي البرانش زي الجامب وهكذا في جروب واحد. كل الانستراكشنز اللي في الجروب دي ليها نفس الابروتش او ليها نفس السيكونس اللي انا بديست بيه، وزي ما احنا شايفين هنا كل كور فيهم توزيع الفيلدز المختلفه للبيتس لكل انستراكشن الفيكسد او الراندمايزبل مختلفه واماكنها مختلفه. فعملنا ابروتش ثاني هو الجنرال راندمايزيشن، ارجع جنرال راندمايزيشن بحيث ان خلينا كل الراندمايزبل فيلدز باكسات، وفي الامبلمنتيشن هتوضح ازاي بنعمل لهم راندمايزيشن. بعد كده الفيز الرابعه كان في مشكله اللي هو ازاي نقدر نتعامل مع الريجستر فايل اللي هندخل او نطلع داتا واحنا المفروض بنتعامل مع الكور كابستراكشن ليفل. فكان في تو ابروتشز، اول واحد هو اللود ستور ابروتش وهي اني بعتبر نفسي الداتا ميموري وبتعامل مع الكور كبلاك بوكس. مثال على كده زي الاديشن انستراكشن، في بعمل لود الاوبرند الاولاني لود الاوبرند الثاني وبعدين بعمل ستور للريزلت اللي هي السي. في الابروتش الثاني اللي هو البايندنج ابروتش، ده بتعامل مع الانترنال سيجنالز اللي جوه الكور، باخدها بالهيراركي بتاعها احطها كبورتس في التوب مديول كاني بانجكت الانبوتس واكستراكت الاوتبوتس. بعد كده عملنا تيستينج على البايندنج ابروتش، تيستينج على البايندنج ابروتش على كور صغير هو الميبس كور بكونفنشنال يو في ام تيست بنش، وعملنا تيستينج اللود ستور ابروتش بكونفنشنال تيست بنش عاديه للثلاثه كورز اللي احنا اخترناهم. فكان واضح لينا اللود ستور ابروتش هو افضل لانه بيحافظ على الابستراكشن ليفل اللي هو المفروض افضل حاجه في الفيريفيكيشن. بعد كده بعد كده عملنا ابديت للتست ديسكريبشن فيلد اللي موجود في الفانكشناليتي تيستنج لاير بالابروتش الجديد. مثال على كده الجروب هو الاي ال يو، الانستراكشن هي الاد، التست ديسكريبشن بتاعنا هيبقى اول حاجه بعمل لود الاوبرند الاولاني لود الاوبرند الثاني، بعدين باكسكيوت ديزايرد انستراكشن اللي هي الاد، بعدين بعمل ستور ريزلت بالانستراكشن ستور. بعد كده عملنا ابروتش ثاني وكور ديبندنت كور اندبندنت ابروتش، قسمنا اليو في ام تيست بنش بتاعنا لحاجتين، اول حاجه هي كور ديبندنت كومبوننتس وكور اندبندنت كومبوننتس. الكور اندبندنت كومبوننتس هي المين كومبوننتس للتيست بنش، ثابته لكل كور بتيسته ما بتتغيرش، وده بيحافظ على مبدا الجينيريك. ثاني حاجه هي الكور ديبندنت كومبوننتس، دي بعملها كونكتد للكور اندبندنت كومبوننت او المين كومبوننتس، ويبقى ليها تمبلتس جاهزه بتتملي بالداتا بتاعت كل كور انا هتست بيه. بعد كده الفيز دي عملنا اول كونفنشنال يو في ام تيست بنش على واحد من الكورز اللي هو ريسكي، وعملنا فيريفاي للاد انستراكشن، وبعد كده ابتدينا نحط الابروتشز اللي اتكلمنا عليها بلس ابروتشز ثانيه هتوضح في الامبلمنتيشن، وعملنا بدايه الجينيريك يو في ام تيست بنش اللي هو ابليكابل على الثلاثه. بعد كده خلود رندا اتكلمنا عن بدايه الامبلمنتيشن. السلام عليكم، انا رندا. اول حاجه في الامبلمنتيشن بتاعنا هي الكونفنشنال يو في ام تيست بنش اركتكتشر. الكونفنشنال يو في ام تيست بنش اركتكتشر ده اول حاجه فيه هو التوب موديول. التوب موديول ده التوب ليفل كومبوننت في التيست بنش، ده اللي بيستنشيت الدوت وبيستنشيت الانترفيس. بعد كده في التست، التست ده بيستنشيت الانفايرمنت وبي هو كمان اللي بيشغل السيكونس. الانفايرمنت بتاعتنا بيبقى فيها الايجنت والسكور بورد والمونيتورز. الايجنت بتاعنا اكتف ايجنت لان هو في سيكونسر ودرايفر. السيكونسر وظيفته ان هو اكت از ان اربيتر ان هو يكنترول الفلو بتاع السيكونسز.
تمام. السيكونس هو اللي بيبقى مسؤول ان هو يجنريت الاستيميلس، فالدرايفر بياخد او بيريسيف السيكونس ايتم من السيكونسر وبعد كده يعمل له فورورد للدات عن طريق الانترفيس. بعد كده في المونيتور، المونيتور بتسامبل الدات انترفيس وبتكابتشر الانفورميشن في صوره ترانزاكشن، يتعمل له سنت للدات، يتعمل له سنت لليو في ام كومبوننتس ويحصل عليه اناليسز. بعد كده اخر كومبوننت هتبقى السكور بورد. السكور بورد الفانكشنال الاساسيه بتاعته برضه ان هو يتشيك البيهافير بتاع الدات، ان هو يريسيف الانبوتس الجينيريتد ستيمولس من السيكونس، تمام، وبعد كده يريسيف الاوتبوتس من المونيتور اللي هي جايه من الدات، ويبقى فيه زي بريدكتور بيكالكوليت الاكسبكتد ريزلتس، بيكومبير الاكسبكتد ريزلتس مع الاكتوال ريزلتس اللي جت من الدات. زي ما خلود قالت ان الهدف بتاعنا ان احنا نعمل جينيريك تيست بنش. فلما جينا في الانترفيس، الانترفيس بيبقى فيه اول حاجه البورت الانبوت اوتبوت بورت بتاعت كل كور. بعد كده بيبقى فيه الفانكشنز اللي هي بتسند الداتا وتسند الانستراكشنز. زي ما قلنا الكيس ستاديز بتاعتنا كانت ثلاثه بروسيسورز، فاحنا كان هدفنا من الفانكشن دي عشان يبقى ريوزبل ان الفانكشنز دي تبقى ذا سيم فور 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 ذا اول انترفيسز. فبس طبعا الامبلمنتيشن بتاعها هيبقى ديفرنت ديبندنج على الكور. بعد كده الانترفيس كان فيه الكلوك، الكلوك بتاعتنا كانت سايدو كلوك، الكلوك خاصه بالانفايرمنت دي كانت سينكرونايزد وكونكتد مع الكلوك بتاعه الدوت، وكان بيحصل لها انستنشيشن برضو في التوب موديول. الكلوك دي احنا عملناها لحاجتين لسببين. السبب الاولاني انه احنا هدفنا ان احنا نريديوس السيميليشن تايم، فان احنا نوقف الستوب بتاعت الستوب الكلوك بتاعت الكور بعد ما البايبلاين يكون فول. السبب الثاني ان احنا احتاجنا ان احنا نستخدم بروتوكولز مختلفه لكل كور، فالبروتوكول المختلف ده كان ساعات بيضطرنا ان احنا واحنا بننفذ واحنا بنبعت الانستراكشن ان احنا نتوجل الكلوك اكتر من مره. يعني كان اكزامبل على ده في الانترفيس بتاع ريسكي مثلا، كان عشان نبعت الانستراكشن كنا محتاجين ان احنا نكنترول تو سيجمنت، فالتو سيجمنت دول كان محتاجين ان احنا نتوجل الكلوك اكتر من مره، فعشان كده احتاجنا ان احنا يبقى الكلوك موجوده في الانترفيس عشان تبقى يعني يكون الشغل بتاعنا ابستراكتيف. بعد كده التارجت سيكونس ايتم، التارجت سيكونس ايتم بتاعنا هو هو المسؤول ان هو يماب الانستراكشن فورمات بتاعت كل كور، وبعد كده يفل الجينيريك بارامترز الموجوده في الجينيريك يو في ام سيكونس ايتم. عشان كده الجينيريك يو في ام سيكونس ايتم هو السيكونس ايتم اللي بيتحرك ودن اليو في ام كومبوننتس بتاعتنا، وهو كمان المسؤول ان هو يعمل راندمايزيشن للانبوتس والانبوت داتا والانستراكشنز. طبعا زي ما وليد قال بيبقى فيه فيلدز فيكسد ويبقى فيه فيلدز راندمايزد. بعد كده زي ما خلود قالت انه في فيتشر في السيستم فيري لوج هي الكونستنت راندوم فيريفيكيشن، احنا هنا ما قدرناش ان احنا نستخدمها او اكتشلي ما ينفعش ان احنا نستخدمها لان احنا عندنا 3 ديفرنت كورز اكتشلي دي الكيس ستادي بتاعتنا، وكل كور لو هو حتى فيها كومن انستراكشن فالانستراكشن ده الفيلدز بتاعته الريجستر فايل ادريسز الاوب كودز الفانكشن الحاجات دي كلها مختلفه من كور للتاني لان هما ديفرنت اي اس ايز. فور اكزامبل لو انا عندي انستراكشن الانستراكشن ب 32 بت، فزي ما وليد قال برضو في الميثودولوجي انه بيبقى فيه فيكسد بيتس وفيه بيتس راندمايزبل، فالفيكسد بيتس دي احنا يعني ما بتتغيرش، الراندمايزبل احنا اللي بنغيرها. ففور اكزامبل عملنا اينب بيكون فيه الانستراكشنز بتاعت كل كور السبورتد بكل كور والانستراكشنز دي بقت ديفايند جوه الانوم ده، فبقى السيكونس ايتم فور اكزامبل اللي هو عايز ريكويست انستراكشن من الباكج بيروح ياخد الانستراكشن من الباكج يعمل راندمايزيشن على الفيلدز اللي هي راندمايزبل وبعد كده يجنريت الستيمولس للدرايفر. الباكج دي كمان موجود فيها ديفايند بارامترز الخاصه بكل كور، فيها نيدد فانكشنز، في فانكشنز احتاجناها زي فانكشن احتاجناها في السكور بورد ان هي تفيريفاي الانستراكشن ده موجود ضمن الباكج ولا لا عشان تشتغل عليه وتعمله فيريفيكيشن. في فانكشن ثانيه كمان احتاجناها اللي هي تاخد الاسم بتاع الانستراكشن وتترن الاوبكود بتاعه، فدي كانت لازم تبقى تكون متعرفه في الباكج لان هي ديفرنت من كل الثاني. بعد كده مصطفى هيتكلم عن السيكونسز. طيب احنا عندنا في التست بنش بتاعنا بيعتمد بشكل اساسي على السيكونس عشان خاطر ان انا اقدر اعمل فيريفيكيشن لاي انستراكشن موجوده عندي. فمثلا في الارثماتيك اي ارثماتيك اوبريشن محتاج ان انا الاول الود الارقام اللي انا محتاج ان انا اعمل عليها العمليه المطلوبه ولتكن جمع، بعد كده اقرا الارقام دي فبعمل لها سيكونس معين من الانستراكشنز عشان خاطر ان انا اقدر ان انا اعمل فيريفيكيشن للانستراكشن دي. طبعا الموضوع بيبقى مور كومبلكس كل ما ابعد عن الاد لان بقيه الانستراكشنز ليها حاجات كتير قوي محتاج ان انا اتشيك عليها وحاجات كتير قوي محتاج ان انا اعمل لها سيت اب قبل ما اقدر ان انا اعمل فيريفيكيشن صح للانستراكشن. فالسيكونس هو اللي مسؤول عن الكلام ده. دلوقتي اللي بيسلوا قدامنا بتاع الارثماتيك سيكونس بعمل لود للرقمين اللي انا محتاج ان انا اعمل عليهم عمليه الجمع احطهم جوه ريجستر فايل، بعد كده اطلب من السي بي يو ان يعمل لها ستور جوه الميموري لان انا اللي باكت كان انا الميموري فاقرا منه الناتج اللي طلع منه واتاكد اذا كانت عمليه الاديشن دي اتعملت صح ولا اتعملت غلط.
العمليه بتاعه الراندومايزيشن دي زي ما رندا قالت بتتعمل جوه اليو في ام سيكونس، وبعد كده على اساس السيكونس اللي انا طالبه، لو انا طالب سيكونس اريثماتيك يبقى هيتعمل له جنريشن بالمنظر الموجود قدامنا ده. كده قدامنا التست بنش بتاعنا لغايه دلوقتي بيعمل ستيمولس موجوده جوه السيكونس ايتمز، السيكونسر بيبعت السيكونس ايتمز دي للدرايفر، الدرايفر يبعتها للانترفيس بتاعتي وتروح للدوت، وفي نفس الوقت بتروح للسكور بورد، والمونيتور بتبص على الدوت بتاعتي تتاكد اذا كانت تبص على الدوت بتاعتي تاخد منها النتيجه اللي طلعت، بعد كده تبعتها للسكور بورد، السكور بورد بقى بيبقى جواها كود اللي يتاكد اذا كانت عمليه الجمع دي اتعملت صح ولا غلط. يعني انا جاي لي الرقمين من السيكونسر وجاي لي نتيجتهم كمان من الضبط، فاقدر اتاكد اذا كانت الضبط دي عملت عمليه الجمع دي بالطريقه المطلوبه ولا لا. دلوقتي التست بنش دلوقتي فيه مشكله واحده، ان احيانا في انستراكشنز بتعتمد على الانستراكشنز كانت موجوده قبلها، يعني الستيت بتاعه البروسيسور بتختلف بسبب الانستراكشن اللي كانت موجوده قبلها. فلو انا قلت له اعمل لي فيريفيكيشن على انستراكشن اكس مثلا وهو ما يعرفش ان جاي قبله انستراكشن واي وانستراكشن زد، هيبقى النتيجه مختلفه تماما عن لما انا اقول له جاي قبلك انستراكشن واي وانستراكشن زد. فعشان كده احتاجنا ان احنا نعمل حاجه اسمها مود اوف اوبريشن جوه السكور بورد بتاعتنا، يبقى جواها ريسيت تمسح كل الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده، جواها مود هيستوري بيقول لي كان في قبلك كذا وكذا وكذا وكذا، فاثر المفروض انهم يكونوا اثروا على البروسيسور بالشكل الفلاني. وبعد كده مود الاوبريشن بيقول لي ان دي الفانكشن اللي انا فعلا محتاج اعمل لها فيريفيكيشن، بس انت برضو محتاج ان انت تبص بقى على اللي حصل قبل كده في الدوت بتاعتي عشان تتاكد ان كل حاجه شغاله على حسب الانبوت سيكونس اللي دخل للدوت. فاحنا هنا محتاجين حاجه ان هي تهولد السيكونسز اللي دخلت للدوت والهيستوري بتاع الدوت. فعملنا حاجه اسمها هيستوري ترانزاكشن، الهيستوري ترانزاكشن دي بيبقى جواها الريجستر فايل واي تغيرات بتحصل جواه، اي انستراكشن دخلت للدوت او اي نتيجه طلعت من الدوت، اي سيكونس اي سيكونس اتحرك جوه التست رينج بتاعي كله، اي حاجه من دي بيبقى ليها مكان في الهيستوري ترانزاكشن، بحيث ان انا لو انا كسكور بورد محتاج معلومه موجوده قبل كده قديمه ارجع للهيستوري ترانزاكشن دي واتاكد ان الحاجه القديمه دي موجوده، وعلى اساسها احكم اذا كانت الانستراكشن اللي بعملها فيريفيكيشن اتنفذت صح ولا اتنفذت غلط. فمثال على كده في التست بنش اللي قدامنا دلوقتي كده بالتعديلات اللي موجوده كلها، التست بنش كله بيخدم على فكره ان السكور بورد كود ثابت ما بيتغيرش، التغييرات كلها بتحصل في التارجت سيكونس ايتم، التغييرات كلها بتحصل في الانترفيس وفي الباكج. كده انا بعت كل حاجه ممكن تتغير بسبب الكور على السكور بورد بتاعتي. كده اللي انا استفدته من اللي انا عملته ده ان السكور بورد كود بتاعي لو انا جاي لي حد عنده نفس الالجوريثم اللي عاوز يعمل لها فيريفيكيشن وانا عامل الالجوريثم دي قبل كده كود في السكور بورد، كل اللي هو هيعمله ان هو يعمل لي ان انا اعمل انترفيس جديده، اعمل باكج جديده، اعمل تارجت سيكونس ايتم جديده، واحط نفس الكلام ده على التست بنش اللي قدامي بحيث ان انا اعمل فيريفيكيشن لنفس الالجوريثم على كود السكور بورد اللي مش هيتغير منه اي سطر. فدي الميزه بتاعت التست بنش اللي قدامنا. مثال على كده مثلا لو عندي انستراكشن برانش، انستراكشن برانش دي بتكون محتاجه ان هي تشيك على الكونديشن قبل ما يجامب لحته ثانيه. فانا مثلا لو عاوز ابعت سيكونس عشان خاطر اتاكد على حاجه زي كده محتاج مثلا ان انا اعمل عمليه سبتراكشن الاول عشان خاطر اي حاجه تغير في الزيرو فلاج مثلا، بعد كده اعمل العمليه تخليني اقرا الفلاج اللي جوه الضغط عشان اتاكد ان هي اتغيرت بالشكل المطلوب، بعد كده ابعت عمليه البرانش، بعد كده اتاكد البي سي بتاعي اشتغل ولا لا. فالتست بنش اللي قدامنا ده نفس الالجوريثم باختلاف الكورس، بس اقدر اعمل لهم فيريفيكيشن من غير ما اغير اي كلمه في السكور بورد، ما غيرناش سطر في السكور بورد. تمام، باشمهندس كريم هيكلمنا اكتر عن الريزلتس. تمام، اول حاجه عشان نشرح الفاليديشنز اللي عملناها والريزلتس اللي طلعت لنا، احنا محتاجين نشرح الاول البايثون سكريبت البسيط اللي عملناه عشان نقدر يمانج التفاصيل اللي احنا ممكن نشغل بيها اليو في ام بتاعتنا، عشان هي تفاصيل مختلفه زي ما نقول دلوقتي. اول حاجه مثلا بايثون سكريبت بيطلع لك الدوتس اللي انت ممكن تعمل لها كومبايل اللي شغال عندك. اول حاجه بنختار الدوت نعمل له كومبايل ونعمل كومبايل لليو في ام بتاعنا، وبعد كده بيطلع لك السيكونسز اللي موجوده، بتختار السيكونس، بعد كده البايثون برضو بيطلع لك الانستراكشنز اللي السيكونس ده يقدر يعمل لها فيريفيكيشن. تمام، تختار الانستراكشن بترن السيميليشن ويبدا يطلع لك الريزلتس. تمام، اول حاجه بتطلع في الريزلتس بيطلع طبعا الريزلت ترانسكريبت، اخر حاجه بتبقى موجوده فيه هي اليو في ام ريبورت سامري. تمام، اليو في ام ريبورت سامري ده بيطلع من اللايبرري بتاع اليو في ام نفسها، لان هو بيبقى حاجه سامري بسيطه كده بيقول لك احصائيات بس لليو في ام ريبورتس اللي طلعت وانواعها. تمام، تاني حاجه السيكونس ريبورت، ليه سميناها سيكونس ريبورت؟ لان انا مثلا عشان اعمل فيريفيكيشن للاد 10 مرات
فانا محتاج اعمل سيكونس على الاد 10 مرات. هو اسمه سيكونس ريبورت لان مع كل سيكونس بيتعمل بيطلع ريبورت. يعني لو هعمل 10 مرات هيطلع لي 10 ريبورت اللي انا اقول بيتكون من ايه. اول حاجه بيتكون منها سيكونس ريبورت هو السكور بورد ريبورت. السكور بورد ريبورت هو الريبورت اللي بيطلع من العمليه بتاعت السكور بورد وهي بتتشيك الناتج صح ولا غلط. اول حاجه بتطلع فيه هي نوعيه الانستراكشن والانستراكشن باس ولا فيل, وبعديها بيطلع الريزلتس اللي على اساسها انا قلت الانستراكشن دي باس ولا فيل. بتطلع الريزلت من الدات مره ومن السكور بورد مره. طبعا الريزلت دي ممكن تكون داتا, ممكن تكون ميموري ادرس, ممكن تكون بايت انيبل, ممكن تكون كل ده حسب الانستراكشن اللي انا بعمل لها فيريفيكيشن. تاني حاجه في سيكونس ريبورت هي الهيستوري ترانزاكشن. زي ما مصطفى قال لنا احنا محتاجين الهيستوري في ان هو نقدر الانستراكشنز اللي بتديبند عن الانستراكشن قبلها نقدر نعملها فيريفيكيشن. هي دي حاجات متسيبه في الهيستوري برضو بنطلعها في الترانسكريبت في اخر السيميليشن عشان نقدر برضو نتراك الريزلتس اللي طلعت. تمام. اول حاجه بتطلع فيه هي الدايناميك ريجستر فايل. هو ريجستر فايل موجود فيه كل الداتا اللي موجوده جوه الريجستر فايل في الكور في اخر السيكونس, موجود الداتا ومكانها في الريجستر فايل فين الادرس بتاعها. تمام. بعد كده في الهيستوري ترانزاكشن مين بورتس ريبورت. ده بيبقى فيه المين بورتس او اللي هي البورتس اللي بتحدد ترانزاكشنز اللي احنا محددينها زي البورتس اللي بتوصل على الميموري وهكذا. بنعمل لها تراكنج وبنشوف الفاليو بتاعتها بعد كل سيكونس ايتم بتتبعت, يعني اكشلي بعد كل انستراكشن بتتبعت للكور. تمام. فبكده بالريبورتس دي احنا قدرنا نعمل كيس ستاديز كويسه جدا, نقدر نعرف منها البيهيفير بتاع كل كور مع كل انستراكشن تايب. تمام. ده اللي يودينا للسلايد الجايه اللي هي كيس ستاديز حسب كل انستراكشن تايب. واول انستراكشن تايب هنتكلم عنها هي الاي ال يو انستراكشنز اللي هي ارثمتيك لوجيك. تمام. اللي هي منها نوعين. اول نوع فلاجز اندبندنت اللي هي الانستراكشنز العاديه جدا اد واور واند والحاجات دي. تمام. وتاني نوع الفلاجز ديبندنت اللي هي نفس الانستراكشنز بس ممكن اد يبقى فيه اد ويز كاري, ممكن يكون فيه انستراكشن سبتراكت بس بعديها موديفاي الفلاجز. تمام. الانواع الانستراكشنز دي كانت الكورز بتتعامل بطريقه قريبه جدا من بعضها الا في حاجه بسيطه, ان كان ممكن كورز يبقى فيها ريجستر زيرو مش مسموح ان يتكتب فيه وكورز عادي. فساعتها لو كان في ريجستر زيرو موجود في البروسيس في الراندومايزيشن بتاعت الفاريبلز بتاعتنا ساعتها كان بيحصل في الكور ده فيلير وهنا ما بيحصلش فيلير. تمام. تاني نوع من الانستراكشنز هو الجامب انستراكشنز. جامب انستراكشنز طبعا احنا منها نوعين. نوع ان احنا بنتشيك بس على البي سي فاليو اللي احنا عملنا جامب عليها, والنوع الثاني هو الجامب اند لينك اللي هو احنا بنسيف الفاليو بتاع البي سي اللي انا فيها دلوقتي وبرضو بعمل جامب. فانا بحتاج ان انا اتشيك الادرس اللي عملت عليه جامب والادرس والادرس اللي سايف الريجستر. كان في اختلاف بسيط بين الكورز هنا الا وهو ان كان في كور مثلا بيسايف الادرس اللي هو فيه بالظبط وكور تاني بيسايف النيكست ادرس قبل ما يعمل جامب. بس احنا قدرنا نعمل كيسز بتفيريفاي ده وبتفيريفاي ده زي برضو الاي ال يو قدرنا نعمل كيسز بتفيريفاي كله. في نقطه ثانيه اللي هي انستراكشن كاش ادرس مس الاينمنت. ده هو احنا دلوقتي عندنا كل الادريسز 32 بيتس يعني 4 بايتس. تمام. فهي الميموري بتبقى متوقعه الادرس يجي لها مالتيبل اوف 4. لو مش مالتيبل اوف 4 بيبقى في حاجه اسمها ادرس مس الاينمنت, وده بيختلف التعامل معاه بين الكورز اختلاف جوهري شويه. كان في كورز مثلا بتكراش مجرد ما يبقى ما يحصل مس الاينمنت. كان في كورز تانية بتفلور الادرس لاقرب انستراكشن قبلها وهكذا يعني. وبرضو قدرنا نمانج الكلام ده بكيسز مختلفه. تمام. النوع اللي بعد الجامب انستراكشنز هو الداتا ترانزاكشن انستراكشنز اللي هي لود وستور وسواب وهكذا. الانستراكشنز دي كان الاختلاف بين تعامل الكورز معاها برضو كان في نفس النقطه بتاع الداتا كاش ادرس مس الاينمنت. بس هنا كان في بعض الكورز عندها حاجه يعني كان في كور برضو بيكراش نفس الكور بس كان في كورز عندها مس الاينمنت فيتشر بحيث ان هو بياخد الليست سيجنيفيكانت 2 بيتس الادرس ويعمل على اساسه ريديستريبيوشن للورد. وحتى الكورز اللي كان فيها مس الاينمنت فيتشر الاثنين كان كل واحد ليه ريديستريبيوشن مختلفه بيزد على الالجوريزم مختلفه وبرده كله اتعمل له كيسز اللي تقدر تعمل له فيريفيكيشن ليه لوحده. تمام. اخر نوع بقى من البرانش اخر نوع من الانستراكشنز واخر نوع طبعا لان احنا بنحاول بس نسمرايز اكتر حاجه بتبين ان احنا عملنا بروف للكونسبت بس في انواع ثانيه. اخر نوع برانش انستراكشنز وكان في اختلاف فيها في الاول كده ان في كورز مثلا البرانش بتعتمد على بروسيس يعني هو مثلا على اوبريشن ان هو مثلا بيقول لك برانش اف جريتر ذان ويديك الاثنين ريجسترز ويشوف انهي اكبر من الثاني. وفي برانش بتاع كور ثانيه كانت برانش كلها بتعتمد على الفلاجز يقول لك برانش اف فلاج نيجاتيف مثلا واحد ولا بزيرو. تمام. وطبعا بعد ما بنشوف اساسا البرانش تيكن ولا لا بيزد على الكونديشن او الفلاج
بنشوف بقى ساعتها حصل برانش ولا لا، يعني الاول بنشوف هي تيكن ولا لا وده يتسجل في سكور بورد، بعدين نشوف حصل برانش فعلا ولا لا، ولما نشوف حصل برانش بنشوف ال الادرس اللي احنا عملنا برانش عليه ده صح ولا لا. طبعا ده كله برده اتعمل بتيسز بتراعي كل الاختلافات دي، وكان في برده اختلاف في الانستراكشن كاش ادرس ميس الاينمنت، بس هو كان بالظبط زي اللي احنا قلناه في الجامب ادرس انه بيتعامل مع برده الانستراكشن كاش. وهنا بقى نقدر زميلنا ياسر يقول لنا البرفورمانس ايفالويشن بتاع المشروع بتاعنا. طيب احنا كنا اتكلمنا في البدايه عن اهم الجوانب اللي بتغطيها الفيريفيكيشن بلان بتاعتي. دلوقتي انا خلاص عرضت الحل المقترح وبينت الامبلمنتيشن الخاص بيه، لازم ارجع كده اقف تاني بقى واشوف انا حققت قد ايه. فحالتنا مثلا التست بنش بالفعل قدر يحقق جينيريك فانكشنال فيريفيكيشن، او بمعنى تاني بينفذ نفس الانستراكشن المشترك بطريقه واحده على الليفل بتاع كل الاي بي كورز، برغم انهم مختلفين في الانستراكشن سيت بتاعتهم والمايكرو اركتكتشر الخاصه بكل كور من جوه. في التجربه بتاعتنا مفيش اي انستراكشن عملت ايرور او عملت باج ريبورت مع اي كور منهم، وده متوقع لان احنا بنتكلم عن اوبن سورس كورز من شركات كبيره، يعني فمنطقي ان هي ما تطلعش اي غلط. وللتاكيد كنا ساعات ندخل داتا غلط بالقصد عشان نشوف هل اليو في ام هتقدر تريبورت نتك صح ولا لا. طب ايه حكايه اليوزابيليتي؟ المفروض اصلا اليو في ام اتعمل بناء على الفكره بتاعه الستاندردايزيشن، اللي هي انا عايز الديفلوبر يقلل من الوقت المهدر في الكودينج بتاع البلوكات، عايز مجهوده كله يكون مركز على الفانكشنال تيستينج، انا بديله شويه كلاسز تقلل عليه المجهود. ده الجينيريك، ده اليو في ام العادي. الجينيريك يو في ام بتاعتنا بتاخد الكونسبت ده بس بتزود على الليفل حاجه بسيطه. تعالى نفترض انك جبت لي كور تاني، ممكن نشوف السلايد اللي بعدها. تعالى نفترض ان انت جبت لي كور تاني معتمد على اي اس اي مختلف تماما، ساعتها انا اقدر اكون له انترفيس خاص بيه عشان يتعامل مع الاساك الجديده، وطبعا هعمل له باكج تمثل الانستركشنز اللي متسجله بتاعته، بالاضافه ان انا ممكن احتاج ازود شويه تيست كيسز لو اللي موجودين مش بيغطوا كل السيناريوهات اللي تكفي الكور الجديد بتاعي. ده نفس الكلام اللي احنا وضحناه قبل كده في الامبلمنتيشن. بس هل هغير اي حاجه من مكونات اليو في ام الباقيه؟ لا، هي دي بقى فكرة جينيريك. أنا عندي شوية ستاندرد بلوكس، هنتكلم على ستاندرد سكور بورد، درايفر، ترانزاكشنز، ايجنتس، انفايرمنت، كلهم موحدين، لكن مجرد على ليفل التست أنا ممكن أعدل حاجة بسيطة وكده أراني التست مباشرة. ده كده في أسوأ الظروف. طيب لو إحنا بنتكلم عن أحسن الظروف، يبقى أنت جايب لي كور معتمد على نفس الاي اس اي أو على الأقل واحد شبيه، وساعتها خلاص غير الانترفيس اللي موجود، هما مجرد كام سلكة بس عشان الأسماء بتاعت الانبوتس والأوتبوتس، لكن فيما عدا كده كل اللي باقي ثابت، يعني حتى الفانكشنز اللي موجودة جوه الانترفيس أنت مش هتغير فيهم أي حاجة. وده ينقلنا بقى للسؤال المهم اللي هو ايه الليميتيشنز اللي ممكن تقابلني في التست بنش بتاعي. من شويه في الجزء بتاع الامبلمنتيشن قلنا ان معظم التست سيكونسز بتبدا بلود وبتنتهي بستور، دي حاجه منطقيه، انا ما اقدرش اعمل حاجه في البروسيسور الا لما ادخل داتا في ريجستر فايل، وغالبا بكون عايز اخزن الداتا دي في الميموري بعد ما اخلص، بعد ما عملت عليها الاوبريشن بتاعتي. طب نفرض اصلا ان التو انستراكشنز دول اللي هم لود والستور شغالين غلط في الاساس، كده كل التست القائمه عليهم فشلت، واضطر ان انا اغير الفيريفيكيشن بلان بتاعتي تماما. يعني من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اغيرها ان انا الجا الوايت بوكس فيريفيكيشن، ان انا اتارجت الكور من جوه عشان اتفادى المشكله دي. بالنسبه للكونسبت بتاعنا ان هو ان احنا بنعمل بلاك بوكس فيريفيكيشن، ده مش قابل للتطبيق، وبالتالي احنا معتبرينه ليميتيشن قوي جدا. بالنسبه للريليت ورك، فعلى حد البحث بتاعنا خلال المراحل المختلفه من المشروع مفيش اي كونتريبيوشن سابق لموضوع جينيريك يو في ام، كل اللي موجود مجرد تيست بنش عادي بيعمل فيريفاي اما لبريفيرال صغير، ممكن بروسيسور بسيط زي الميبس. لكن التيست بنش المقترح في المشروع بقى بيقدم افكار جديده كليا، حاجه زي كونستريند راندوم فيريفيكيشن بشكل مانوال، وان احنا نحاكي الريجستر فايل والفلاكس جوه السكور بورد هيستوري زي ما اتكلمنا في الامبلمنتيشن، وده اسلوب جديد في التعامل مع الديبندنت انستراكشنز. يعني حته الهيستوري دي بتسهل علينا التعامل مع الديبندنت انستراكشنز. ده غير طبعا تقسيم التست بنش من جوه، ان احنا عاملين جزء جينيريك ويوزابل لوحده وجزء خاص بكل كور على حده، يسهل ان احنا ممكن نعمل اكسبانشن في المستقبل. بالنسبه للكلام عن المستقبل، فاحنا يعني شوف الاستراتيجيه الثانيه، احنا حاليا الحمد لله واقفين عند نقطه قويه وهي البروف اوف كونسبت، بس ما زال التست بنش ممكن يتعدل ببعض الامور، زي مثلا ان احنا نعمل كفرج
عشان اقدر احدد انا عملت تيست كام في المية من السي بي يو، وايه هي البوتنشال كفرج هولز اللي ممكن تسبب فولنربيليتي في السي بي يو ده مستقبلا يعني. بالاضافه لحته الاس او سي، اني اخد مثلا الكور واضمه لشويه اي بي موديولز بينهم انترفيسنج معقد واطبق عليهم نفس اليو في ام بس كده. شكرا جزيلا لاستماعكم. شكرا جدا يا شباب، ميرسي على البرزنتيشن. زي ما كنت بقول لزمايلكم امبارح، يعني في برزنتيشنز بالذات اللي بتبقى كويسه وتلتزم بالوقت بيبقى الواحد نفسه يسقف لها يعني، بس مفيش تسقيف للاسف في زوم. فهنبدا الاسئله. هبدا بدكتور عمرو. اتفضل دكتور عمرو. اوكي، ما عنديش اسئله كتير عموما، بس عندي شويه حاجات. الفكره كويسه جدا وجديده وانتم بذلتوا مجهود كبير، وفكره ان هو يبقى اليو في ام جنرالايزد على كذا موديول ده بيزود الريوزابيليتي اكيد، which is good. طيب السؤال الاولاني بتاع، انت اتكلمت على انت دايما هتبتدي بلود وهتنتهي بستور، مش هتقدر تشوف الداتا، صح ولا غلط؟ تمام. بس يو اجنورد خالص اي ريليشنز بين الانستراكشنز وبعضها. ثاني لو في اد وبعدها اد، التو ادز دول ممكن يبقى في بينهم ريليشن، صح ولا غلط؟ تمام. ساعتها بنعمل حاجه زي في بعض الكورد في الريسك اكشولي منهم بنعمل فوروردنج مثلا، انتوا يجنور ده خالص انه مش موجود. تمام. هو البوينت دي احنا فكرنا فيها في وقت ما كنا بنعمل السيكونس، احنا قلنا ان احنا هنسيب الديبندنسي بتاعه البايب لاين دي لفيوتشر ورك، عشان احنا دلوقتي عاوزين ان احنا نتاكد ان احنا نعرف ان احنا نبروف الكونسبت بتاعنا ان احنا نعمل فيريفيكيشن للاد لوحدها. فالسيكونس اللي حضرتك بتتكلم عنه ده مش في الكابابيلتي بتاعتنا حاليا، بس هو كانت من ضمن الاقتراحات ان احنا فيوتشر ورك، بس ده مهم لان ده 70% من الايرورز بتحصل هناك. تمام. بس هو مش حاجه مستحيله، بس محتاجه لسه شغل شويه كمان. لا هو صح يعني هياخد شغل كتير، مش مشكله، بس حتى لو حطيتها فيوتشر ورك كده زعلان. هيجرنا لحاجه تانية مهمه جدا اللي هي كورنر كيسز. انتوا يو ريستد يور ورك اول اوف ات على الراندمنس، وعلى ان انا بتست كل الانستراكشنز، صح ولا غلط؟ بتست كل الاحتمالات بتاعت الانستراكشن. اكيد مش بتست كل الاحتمالات لان انا ما شفتش، لان لو انا عندي مثلا ديفايدر، الديفايدر ده مهما اديفايد حاجات ببعض اكيد، او ادر اكيد مش بتست كل حاجه. تمام. مش ففي دايما في كل موديول من دول حاجه اسمها كورنر كيسز. فاللي انا كنت متوقعه ان السكور بيرد بتاعكم يطلع لي على الاقل النسبه كام كورنر كيسز في دول كفر، عشان اقدر اجنريت حاجات تارجتد ناحيه الكورنر كيسز. هو لازم يبقى في راندمنس، بس الكورنر كيسز ار اسينشال. هو يا دكتور احنا اوريدي عملنا فوكس على جزء من الكورنر كيسز، بس ما قدرناش نعمل كومبليت فوكس على كل الكورنر كيسز الموجوده، لان ده هيحتاج ان احنا نعمل كفرج. الكفرج احنا ما شفناش، ما شفتش الجزء ده يعني، ما وريتوليش ازاي بتعملوه. دكتور هاف سلايدز يعني، لو انا يمكن يعني اي مس او انا ما شفتهاش. انا عندي مشكله دلوقتي ان احنا، طيب يا جماعه احنا هنجنريت شويه راندوم نمبرز وهنادزم. طيب هو كان في البرفورمانس ايفالويشن، في السلايد بتاع البرفورمانس ايفالويشن. ممكن تحاولوا تجيبوها يا شباب، يعني لو تجيبوا السلايد بتتكلمي عليها ديت. هو بصراحه السلايد كتير وبتجري بسرعه، فانا اللي بلطو فهموك اكون ما غلطتش. هو احنا ما عملناش، ما حطيناش الكيس بتاعت الكورنر كيسز، بس احنا كنا يعني كانت كنا معتقدين ان هتبقى مفهومه ضمنيا من انه الفانكشناليتي تيستنج بتاعنا، ان هو كان اكشولي احنا عندنا زي ما كان كريم قال برضو في الريزلتس، ان كان في حاجات فيها ريجستر زيرو، يعني ريجستر زيرو ده اكشولي كان كورنر كيس في الليون، ان هو كان بيترافل انستراكشن اللي بيبقى الادرس بتاعه ريجستر زيرو لاحد الاوبرينتس. كانت دي برضو من ضمن الكورنر كيسز اللي احنا عملنا فوكس عليها. الديفايد باي زيرو دي كمان كانت من الكورنر كيسز، ان هي بتعمل اوفر فلو، ما بتمشيش بناتج مثلا زي بقيه النمبرز مثلا اللي موجوده في الديفايد. فدي كانت كل احنا اوفر فلو. طيب انا اسالك سؤال، بما انتوا شغالين في الفيريفيكيشن، انتوا قريتوا عن حاجه اسمها بنتيوم باج؟ اكيد سمعتوا الكلمه دي. كلمه ثاني، بنتيوم باج؟ لا. الناس اللي عواجيز شويه زينا كان 99 اول ما البنتيوم نزل طلع في ديفيجن باج. حد عارف ديفيجن باج؟ نعم. يير دبل او
لا غير year double O. دي كانت مشكلة في ال division بتاع ال floating point numbers. كان بيطلع error في ال Pentium processor. يعني عايز أقول لكم ال probability إنها تطلع 1/9 million. بس لما عملوا analysis لقوا إن corner case دي ما تعمل لهاش coverage. فانتوا محتاجين يبقوا تبقوا مور دايركتد ناحيه الكورنر كيسز. هو الراندمنس مهم لفتره من الفترات بس يبقوا اف وي اجنورد خالص. يعني ايه؟ انا حتى ركزت على الفلو، مفيش حاجه بتقول والله يا جماعه احنا هنسكور الكورنر كيسز. فاهمين المشكله؟ انا مش زعلان من ده، انا زعلان مش من الكفرج، لان الكفرج ممكن هتحسبوه، بس انتوا محتاجين تقولوا والله احنا بنجنريت حاجه ريليتد للكورنر كيسز شويه. تمام. طبعا يعني انا موافق. هو خلي بالك هو البنتيوم باك كان 94 95 فكان غالبا ما اتولدوش، كانوا هم ما اتولدوش لسه 90. لا كان 97 اوائل 95 انا فاكر. يعني بصفتك كنت ساعتها، انا كنت برضو صغير، كنا صغيرين ساعتها يعني، بس انا فاكر كويس. يعني عارف ان انا ليا اسمه ايه عليه؟ ان البتاع ده ليه فضل عليا في الشغل ولا في ايه؟ انت 95 كنت لسه ستودنت. ما انا عملت الماستر 99 لما سافرت. عشان كده بتعمل فيريفيكيشن لكل الكورز بتاعتها. يعني سمعت توك عنه. يعني انا كنت مره في انتل وحد ادى توك عليه ودفعوا ساعتها حوالي نص مليار دولار عشان يرجعوا البروسيسورز ويطلعوا لهم بروسيسورز جديده ما فيهاش الباج ده، عشان الشباب. نص مليون دولار سنه 95، يعني نص مليار دولار. لا نص مليار، والتوتال لوست بتاع الكومباني ساعتها 2 مليار. فعايز تتخيل لو ده عمل كده دلوقتي. خلي بالكم ان البروبابيليتي، يعني هو الراجل بيقول لك كان في التوك، لو انت حضرتك يعني مره برضو بيقول لك لو انا فضلت استخدم ديفيجن على طول هتقع فيها مره كل 27 سنه. بس فانا بس كان دي وجهه نظري، يعني احنا لازم ناخد بالنا. هو يعني انا برضو اكومنت معاهم بقى على الناحيه الثانيه يا دكتور عمرو. هو الفكره بس هم البروف اوف كونسبت بتاعهم كان اكتر من الفيريفيكيشن، هو فكره الجينيريك. يعني هما كانوا ممكن، احنا عندنا حتى بروجكت مثلا كان مع دكتور محمد عبد الغني مع ولاء، ان هي بتعمل يو في ام بس للريسكي مثلا، فده لوحده بروجكت. ساعتها بقى بتحسب الكفرج وتشوف الكورنرز والكلام ده، بس مش بتخش فكره جينيريك. فكره جينيريك هي فعلا صعبه جدا. يعني طبعا احب ارجع الفكره وتصدمها. يعني هو صاحب الفكره اساسا دكتور خالد صلاح، انت عارف دكتور خالد من منتور جرافيكس، فخالد هو اللي كان حاططها. فيعني هي الفكره يعني، او هو اللي بدا يعني ادانا الفكره نشتغل عليها. فهي جينيريك نفسها اصعب بكتير من فكره ان هم ايه. طبعا ان شاء الله السنه الجايه حد يكمل وراهم بقى، واي ثينك وي جونا اد مور كورس، ونحاول ان احنا نخليها فعلا. انا بركز على حاجه. لا الناس عامله شغل كتير، انا مش بقلل شغل. انا عارف انا عارف، انا بس ان هم ما يتخدوش. انا بس يعني لا ما يتخدوش لا. بس انا بقى عندي سؤال، بس لان انت قلت بقى حاجه زعلتني قوي، ان الادرز مالهاش علاقه بالفلات، والادر والسكاري هي اللي علاقه بالفلاكس. نوت ترو، خلي بالك. هو في انستراكشن، يعني في الاي سي ال اللي احنا بنتعامل معاها، هو فاصل التعديل على الفلاكس ببتاع معينه. فانت لو شلت البتاع دي اسمها اد، بس لو حطيت البتاع دي يبقى اسمها ادرس فلان. لا بس اصل اد مثلا ممكن يحصل فيها اوفر فلو. ايوه بس ساعتها مش هيقول ان حصل اوفر فلو. بس انت قلت كده خلاص. الاي اس اي كان فيها موديفاي، ويعني انستراكشن بتموديفاي، انستراكشن بتعملش موديفاي. اوكي خلاص مش مشكله. اوكي انا خلاص، شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور عمرو. السيكوريفيكيشن هتبقى صعبه، لان انت محتاج تعمل جينيريك لكذا كور مع بعض، ده حاجه صعبه قوي. تمام. فيعني فركزوا على الكفرج والنيجاتيف. تمام. طيب دكتور محمد عبد الغني اتفضل. طبعا دكتور عمرو كمنو فيريفيكيشن فسال معظم الاسئله، بس عندي شويه حاجات. عندي طبعا شغل كويس ما شاء الله، يعني ربنا يعني ان شاء الله لو تقدروا تعملوا بيها بابليكيشن هتبقى كويسه. بس عندي البيبر اوريدي اندر فيجن، يعني انا براجعها دلوقتي اهو. فهي البيبر اوريدي كاتب بصراحه، انت عارف خالد ما بيعتقش البيبرز يعني، وللاسف مش معانا، بس هو خالد ما شاء الله بيحيى، يعني دكتور خالد بيركز في البيبرز جدا يعني، فهو فالبيبر اوريدي اندر فيجن مني دلوقتي ان شاء الله. طب ان شاء الله خير. في الجزء اللي انتوا قلتوا عليه واثناء البرزنتيشن، ان السيجنال اللي هي بتعتمد على الهيستوري يو كونسيدرت، وبعدين لما دكتور عمرو جه سالكوا على لو في تو انستراكشنز ورا بعض بيقعد، قلتوا لا دي احنا حطينا في فيوتشر وورك. فانا عايز اعرف ايه اللي هاندلد وايه اللي لسه هيبقى في الفيوتشر وورك. ممكن ارد انا اسال؟ تمام. هو الدكتور عمرو كان قصده عليه، كان قصده على الهازردز ممكن تحصل بسبب داتا ديبندنسي بين الانستراكشنز. انما الهيستوري بتاعنا بيتعامل عادي مع مثلا يعني الاد، لو انا عملت اد والريزلت بتاعته اتحطت في ريجستر،
بعدها استخدمت الريست ده في الاداه اللي بعدها العمليه دي هتمشي تمام ونعرف نعمل لها فيريفيكيشن عادي ليش يقدر يشتغل في الكلام ده. انما الهازرز نفسها دي اللي احنا لسه ما حطناهاش عندنا في اليو بي. تمام. طيب في نقطه تانية اللي هي برضو انا شايفها كاتبينها في الفيوتشر وورك ان انتوا عملتوا قد ايه كفرج من تيست كيسز. انا شايف كان على الاقل عملتوا ميجر مبدئي لاي كيس ستادي عملتوه على اي بروسيسور على اساس تشوف قد ايه انت لما عملت السيستم بتاعك جينيريك حققت كفرنج قد ايه للتيستينج. ما عملتوش اي ميجرمنت مبدئي لان اعتقد ان دي هتبقى مهمه في البابليكيشن يعني. ما هي فعلا مهمه. اتفضل. هي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها هي بس كان لضيق الوقت ما عرفناش ان احنا نعمل كفرج جروب مثلا الواحد منهم في الاخر عشان نبتدي نشوف كم كفرج من الانستراكشن. فدي هي كانت المشكله يعني دي الوقت وكنا ملتزمين ان احنا فيه محتاجين نكتب البابليكيشن محتاجين نكتب السيسز وحاجات كتير غير الامبلمنتيشن. بس هي اول حاجه محطوطه في الفيوتشر ورك لان احنا عارفين وكنا متاكدين ان هي اول حاجه نسال عليها فعلا في البرزنتيشن. هي اول حاجه فعلا تزودوها. ما تقلقش اول ما راجع غالبا دي لازم لان الكفرج اتليست حتى لو انيشال كفرج لازم يبقى محطوط بالظبط. بالظبط فاليو لازم هتتبص عليها اذا ريزلت مهمه. طبعا الكيس ستاديز اللي انتوا عاملينها او خططوها ليميتيشن طبعا يمكن لما هتطلعوا الكفرج دي هتشوف اذا كان الكيس ستادي اللي انتوا عاملينها دي از انف ولا محتاجين تزودوها. فدي برضو يعني الكيس ستاديز بتاعتكم ما اعرفش اذا كانت هي فعلا بتلم كل الحاجات او انتوا ليه استقريتوا عليها دي بالذات يعني ما زودتوش عليها. ما زودناش عليها خلاص كمان. أو بالنسبة لكيس ستادز احنا في الاول كان بروف اوف كونسبت فكنا بنحاول اكتر اننا نجمع كل الحاجات الشير ما بينهم تخلص الاول وبعدين عملنا جزء من اليونيك انستراكشنز بتاعت كل واحد فيهم بس لسه الباقيين هيكملوا في الفيوتشر عشان برضو نضيق الوقت يعني كان مركزين على الشير انستراكشنز ما بينهم عشان نبروف الكونسبت اللي نعمل حاجة تشتغل على كله. تمام انا كده تمام وجود لك. واعتقد دكتور حسن هيطلعوا كام كومنت كده لازم تخلصوهم في خلال اليومين الجايين دول عشان بابليكيشن بالظبط مين اللي هي موضوع الكفرج اوريدي ده احد الكومنتس يعني اللي هنحاول نشتغل عليها واعتقد هم تيم ما شاء الله شاطر ودكتور خالد معانا فغالبا هيكملوا ان شاء الله يعني الشغل. طيب دكتور عمرو عندك اي اسئله تاني؟ لا خلاص يا دكتور. طيب كده تمام يا شباب يعني غالبا انا ما عنديش اسئله وما اوريدي كفرد انا اوريدي اسالتكم اسئلتي كلها قبل كده يعني فهنعمل بس حاجتين كمان عشان التايم. الحاجه الاولانيه هنطلب من الاودينس الناس اللي موجوده غير التيم